قرية كفر روما. قرية كفر روما المحتلة 4/1/2012. الجيش الأسدي يخبئ دباباته شمال البلدي على أحد التلال، في الصباح يسحبها ويجمعها في مزرعة شمال البلدي، وفي المساء يعيدها إلى سكناتها. انظر يا نبيل العربي، انظر أيتها الجامعة العربية، هذا جيش أم مجموعة أطفال؟ هذه سكنات عسكرية أم ماذا؟ هذه دبابات أم ماذا؟ يا الله ما لنا غيرك. ألا هو العميد العقيد محمد الطراف؟ الشاحن رايح يخلص. ادري الكارت 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 اخي نزل. هل ده تعدي؟ ايه؟ الالية العسكرية في بلدة كفر المحتلة 4/1/2012. تلة شمال البلدة تسمى القشقيش، يتم تخبيط الدبابات.